بطوطة في رحلته الشهيرة من مسقط رأسه بطنجة سنة 13 يونيو 1325، تم اختيار تغيرات المناخية كموضوع الدورة الثالثة بشعار المشي نحو مناخ أفضل، رغبة من جمعية في مساهمة بنقاش حول قضايا كبرى المطروحة. طبعا هو الرسالة من الهوية البصرية دي الضبة هي واضحة، ان كسم الواحد الشوك وحصاد ما بهذه الصوره هذه، بانه هو ضد اتاده او موطنه الاصلي هو القطب المتجمد، يعني كائن ثلجي، ولكن احنا نزلناه في الصحراء، هنا كاين واحد التضاد، ويرتدي هندام المشات. الضب اصلا هو حيوان مشاء، يعني حيوان راه كيتمشى. تنظم الجمعية الرحالة لهواة المشي بطنجة فعاليات الأيام الرحالة في نسختها الثالثة خلال هذه الأيام 6 يونيو إلى غاية 9 يونيو تحت شعار المشي في مناخ أفضل، مع طرح الموضوع التغيرات المناخية التي لاحظناها مؤخرا خلال الأشهر السابقة. وخلال هذه النسخة ستكون غنية ببرنامجها سواء في ورشات تحسيسية وتوعية وكذلك الندوات واللقاءات، وخاصة خصصنا الفئة الصغار من أجل التوعية التغيرات المناخية وكيف استعمال واستغلال الثروات الطبيعية. برنامج الدورة يشمل على مجموعة من المحاور المرتبطة بشعار الدورة المشي نحو مناخ أفضل. إذن نجد ورشات تحسيسية بأهمية أو بمخاطر التغير المناخي، خرجات مشي بفضاءات طبيعية، حملة للتبرع بالدم في نسختها الثانية عشر، حملة لتنظيف منطقة كاب سبارتيل، يعني تنظيف الشاطئ، تنظيف قاع المحيط، تنظيف الفضاءات المحيطة بكاب سبارتيل، أمسية ختامية وأمسية افتتاحية نعرض من خلالها أغنية الجمعية للمرة الأولى. إذن برنامج غني ومتنوع هو ما يميز هذه الدورة.